بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله يضل اعمالهم والذين امنوا وعملوا الصالحات وامنوا بما انزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم واصلح بالهم ذلك بان الذين كفروا اتبعوا الباطل وان الذين امنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس امثالهم فاذا لقيتم الذين كفروا فضربوا الرقاب حتى اذا ادخلتموه في الوثاق فاما من بعد واما فداء حتى تضع الحرب اوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل اعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنه عرفا لهم يا ايها الذين امنوا انتصروا الله ينصركم ويثبت قدامكم والذين كفروا فتعس لهم وضل اعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم للكافرين أمثال وذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك هلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار يسق ماء حميما فقد طاع معاهم ومنهم من يستمع اليك حتى اذا خرج من عندك قالوا للذين اوتوا العلم ماذا قال انفا اولئك الذين طمع الله على قلوبهم واتبعوا اهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدواتهم تقواهم فهل ينظرون إلى الساعه ان تاتيهم بغتة فقد جاء اشراطها فانى لهم اذا جاءتهم ذكراهم فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم ويقول الذين امنوا لولا نزلت سوره فاذا انزلت سوره محكمه وذكر فيها القتال ورأيت الذين في مرض ينظرون اليك نظر المغشي عليهم الموت فاولى لهم طاعته وقول معروف فاذا عزم الامر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فلا عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم فاصمهم واعمى بصرهم فلا يتدبرون القران مع على قلوب اقفالها ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الشيطان سول لهم واملى لهم ذلك بانهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الامر والله يعلم اسرارهم فكيف اذا توفتهم الملائكه يضربون وجوههم وادبارهم ذلك بانهم اتبعوا ما اسخط الله وكرهوا رضوانهم فاحبط أعمالهم. ام حسب الذين في قلوبهم مرض يتبعون الله اطغانهم ولو نشاء ولا ريناكم فلا عرفتهم بسيما ولا في لحن القول والله يعلم اعمالكم ولا نبل وانكم حتى نعلم المجاهدين منكم الصابرين ونبل واخباركم ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط اعمالهم يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالكم ان الذين كفروا صدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا الى السلم وانتم العالون والله معكم ولن يتركم اعمالكم انما الحياه الدنيا لاعب وله وان تؤمنوا وتتقوا يؤتكم اجوركم ولا يسالكم اموالكم ان يسالكم وفيحفكم ويخرج أضغانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا استبدل قوم غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم